شركة LG Electronics كشفت النقاب عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية من الجيل الجديد والذكي من الأجهزة المنزلية في حفل أقامة الشركة للإعلان عن هالابتكارات. حضروا عدد من وسائل الإعلام بالإضافة للنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت شركة LG عن الأجهزة الجديدة اللي تمثلت بفلاتر لتعقيم وتنقية المياه اللي بتتميز بتعدد الوظائف والقدرة على توفير مياه عالية التعقيم بنسبة 99.9% وعلى 8 مراحل تعقيم واستخدامها فيما بعد في الشرب والطبخ والتنظيف. ويعمل الفلتر والمعقم الجديد بالاعتماد على نظام معالجة وتنقية متطور يقضي بالكامل على جميع الكائنات الدقيقة الحية والجسيمات والمواد العضوية وأي أثار لتفاعلات الكلور مع المركبات الكيميائية في المياه. Why I come here? Why Yurda? I think Jordan is very much the educated and advanced society. Jordania, I think the all very health conscious people. It means the very much the sensitive to health. So do Jordanian trust LG brand. So I think the Jordan is our the first step in the Middle East. أما المنتج الثاني واللي كشفت LG الغطاء عنه هي مكنسة الفراش اللي بتمتاز بقدرتها على تقليل جزيئات وذرات الغبار الملوثة وغير الصحية بالإضافة للمواد المسببة للحساسية في الأسرة والمراتب ومن البيئة المنزلية بنسبة 99.9% بفضل أحدث التقنيات اللي بتحتويها واللي يعتبر من أبرزها تقنية التصفية الثنائية. نحن اليوم موجودين هون عشان نتعرف على آخر ابتكارات LG من جهاز التعقيم ومكنسة الفراش اللي هي البيدنج كلينر. رح أحكي لكم فكرة سريعة عن البرودكت. آخر ابتكار من LG هو جهاز التعقيم، هو اللي بيميزنا عن باقي البرودكت اللي هو فيه خزان ستانلس ستيل اللي هو بحد من تكاثر البكتيريا بنسبة 71%، بالإضافة لوجود 4 فلاتر بمر فيها الماء لتنقيته عشان يزيح كل الرواسب والجراثيم الموجودة بتكون متكونة بالماء. بالإضافة نحن عندنا UV اللي هو الأشعة الفوق بنفسجية. هاي الأشعة الفوق بنفسجية تعمل على تنقية الماء بنسبة 99.9% من البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة جوا الماء. في عندنا كمان البدن كلينر اللي هي مكنسة الفراش. نحن عادة كيف منتك الفرش منتكه يعني زي عصاية وهيك نضربها إنه عشان نقيم العث أو الجراثيم الموجودة بتكون على الفرش. نحن لا، من LG صار في عندنا مكنسة فراش سهلة الاستخدام وحتى سهل إنك أنت تمسكها، بتقيم أي عث أو أي جراثيم موجودة على الفرش عن طريق الديوال بانش. الديوال بانش اللي هو بيعمل 8000 مرة، هذا بيقيم كل الغبار الناعم اللي بيكون موجود على الفرش. يشار إلى أنه هالمنتجات حائزة على مجموعة من الشهادات العالمية اللي بتأكد على مدى ملائمتها وتحسينها للصحة العامة، فضلاً عن شهادات الجودة وكفاءة الأداء. أحمد الكيلاني، رؤية